وفق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها بالمدن الجديدة وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف الرسمية صرح بذلك دكتور عاصم الجزار مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تسري على الحالات السري تخصيصها والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغيرة